تظاهر عدد من الجالية الجزائرية أمام القنصليات الفرنسية في لندن وجنيف وبروكسل والقاهرة وصنعاء وتونس للمطالبة بعدم تسليم الأكاديمي الجزائري الدكتور مراد هينا إلى السلطات الجزائرية بعد أن تم توقيفه في 16 من يناير الماضي في مطار أورلي قرب باريس وهو عائد إلى مكان إقامته في جنيف. وكانت هنا في زيارة إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في اجتماع المجلس الوطني لحركة رشاد الجزائرية، هذا وتتهم السلطات الجزائرية بتشكيل جماعة إرهابية مسلحة تنشط في سويسرا. تعليقا على هذا الموضوع معنا من لندن محمد العربي زيتوت الدبلوماسي السابق وأحد مؤسسي حركة رشاد الجزائرية. سيد زيتوت، يعني الدكتور دهينة سيكون أمام القضاء الفرنسي يوم الأربعاء المقبل ويبدو أن هذه المظاهرات هي حركة استباقية. بداية، ما هي رسالتكم بالضبط وإلى من توجهونها؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام، وأنا سعيد أن أكون على قناة فرنسية. رسالتنا واضحة، نوجهها لرسالة موجهة بالحق من جزئين، جزء للسلطات الفرنسية لنقول أننا لن نسكت على اعتقال رجل قاوم الاستبداد وقاوم الفساد وقاوم الانقلاب العسكري في الجزائر لما يزيد عن 20 عام ثم يأتون ويسجنونه. لن نسكت إذا لم يطلق سراحه هذه يوم الأربعاء، فسنوسع الاحتجاجات وتتوسع إلى عدد من العواصم العربية والأوروبية وتأخذ طابع آخر، لكن تبقى دائما سلمية وحضارية. بالنسبة للنظام الجزائري، رسالتنا واضحة وهي أننا لن نسكت ولن تتوقف حركة رشاد سواء بمراد دهينة أو بمحمد العربي أو بغيره، لن تتوقف على المطالبة الحرية للشعب الجزائري وعلى الكرامة للجزائر شعبا ومجتمعا ووطنا. وأننا في نهاية المطاف دعوانا هي أن تكون هناك دولة ديمقراطية، دولة ذات الحقوق، تعطي الحقوق لكل الجزائريين بلا استثناء. طيب سيد زيتوت، طبعا يعني ستكون هناك محاكمة في باريس يوم الأربعاء المقبل، ولكن هل أنتم متخوفون فعلا من أن تسلمه فرنسا إلى السلطات الجزائرية؟ هذا الاحتمال يبقى قائما، وإن كان يبدو أن الاحتمال الأكبر هو أنه يراد أن يظل مراد دهينة في المعتقل أسير في السجن إلى غاية مرور ما يسمى بالانتخابات. ولكن على أي أساس تم توقيفه أصلا؟ على تهمة من أسخف ما يكون، وهو أنه شكل جماعة إرهابية وليس فقط إرهابية ومسلحة وتنشط في زوريخ في سويسرا. هل يعقل أن سويسرا بكل ما تعنيه وأن أموال العالم الموجودة في سويسرا والغرب كله يحمي سويسرا ويضمن أمنها نتيجة لأهميتها على الساحة العالمية والمالية خاصة، أن يسمحون هذه الدولة تسمح لشخص بتشكيل جماعة إرهابية مسلحة؟ هل يعقل ذلك؟ هل يعقل أن جنرالات الجزائر هم الذين يدافعون عن أمن سويسرا؟ هل هذا معقول؟ هذا من أفخف ما يكون. طيب، المظاهرات خرجت في عدة عواصم أوروبية واقتصرتم على تنظيم مظاهرات في عواصم الربيع العربي تحديدا، يعني القاهرة وصنعاء وتونس، هل هذا هو المتاح حاليا؟ وأنتم تقولون بأنكم لن تسكتوا كما تقول. نعم، سنوسعها، لا هي بالحقيقة متاحة. أيضا طرابلس قدمت فيها رسالة احتجاج، وأيضا في الكويت ستقدم رسالة احتجاج غدا وفي بيروت، ولكن ستوسع أيضا لعواصم أخرى حتى تلك التي ما زالت تخضع بشكل أو بآخر لنوع من الاستبداد. هناك من طالب منا أن نتحرك على كافة هذه المدن والعواصم ونوسع أيضا ربما في مدن فرنسية في حد ذاتها، ونشعر الرأي العام الفرنسي طيب، خاصة في هذه الأيام أيام الانتخابات، أن هناك تواطؤ ما بين وزارة الداخلية الفرنسية وعسكر الجزائر. طيب، نشكرك محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق وأحد مؤسسي حركة رشاد من لندن.